ابي منك اذا حطيت جول تينا تكفى. انا اليوم بشجع لك ولا حق الكاميرا؟ كلها الكويت، حق خليل حياة، كلها الكويت. والله يستاهلون خليل، زين عابدين، شوف كلهم. الله يوفقك وقول حق ربعك، وان شاء الله امورك بحد ذاتها ترى معنويه، القبس دائما معنويه يا بعد راس. روح وفالك الفوز يا رب بطل. دم 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 تشكم ايش تقول لها الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مشكورين على التغطية، قاعد أشوفكم مع جميع الألعاب، مو مقصرين مع الكل، عساكم على القوة. طبعا رايحين مباراة محضرين لها حالة أي مباراة ثانية، عازمين إن شاء الله تحقيق نتيجة إيجابية للفريق. طبعا هاي بداية المشوار للبطولة، ورانا دور ثاني إن شاء الله ونقدر نوصل إلى قبل النهائي. إن شاء الله نقدم مستوى يليق في سمعة كرة اليد الكويتية. أذكر قبل لما كانوا ينقلون اليد يقولون الزعابي الزعابي حطها، اليوم نبي كذي واحنا داعمين وياكم، وراح اصعد للشباب ونعطيهم جرعه امل، وباذن الله ناخذ المباراه بسم الله. يلا تعال حين انا في باص عسكري، تعال تكفى، ما نبي نحط عليكم ضغط الحين، رايح ركز باذن الله تاخذ ناخذ المباراه ونرجع مستانسين. اسال الله يوفقكم. بسم الله بسم الله. حياك كذي ولا حياك صدق؟ حياك Team China. Number 66, Team Kuwait. Kuwait 66. شنو هذا؟ حماس، اهم شيء استانس. اوه متى؟ طقيت الصين شباب، شو السالفه؟ بطل يا بطل. حلوه، شلون سويت كذي؟ بس مو لهالدرجه شباب، احنا بالصين ترى. تسع ساعات درب ورد لك طلب، والله عيب. الحمد لله هذه البدايه، ان شاء الله الوعد ان شاء الله بالادوار القادمه ان شاء الله. يا رب يا رب. بطل يا كابتن، شنو هذا؟ يا حبيبي قول لي. يعطيكم العافيه اول شيء. يعطيك العافيه. مشكورين والله على دعمكم ووجودكم ويانا. بطل. وحش يا كابتن، كذي هذا الشعور اللي احنا نحتاجه، بس ما عندي كلمه توصف هالشعور، والله ما عندي كلمه توصف. تعال يا كابتن، شنو هذا؟ ايش سويت فيهم؟ ما سوينا شيء شباب، ترى احنا من الصين، عدل بالكم. الحمد لله الحمد لله على كل حال حبيبي، والله بطال حبيبي، يعطيك العافيه. عطاني الربع شيء جميل، شيء يرفع الراس. سعيدين ومستانسين والحمد لله رب العالمين، من اكبر شخص بالسلطه لاصغر شخص، وما في ان شاء الله صغير، الكل قاعد يتعاون لاجل خدمه البلاد. جواك الله طول العمر، الله يقويك. هذه اليوم ذهبيه وهني فوز، بلشنا نتحرك وباذن الله راح نوصل لمكان زين. اللهم بلشنا بوجه الخير ابو بندر، وان شاء الله بنهيها هني باذن الله تعالى. مبروك، ما اقول لك مبروك على ولدك، مبروك على الذهبيه، مبروك. ترى وايد ما اقدر، وحش اقدر وحش. ان شاء الله باكر في شيء بالمباراه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب باذن الله. جواكم الله، جواكم والله. والله ما اقول الا الحمد لله على كل حال. طبعا احنا مستانسين، هذا فريق جديد كله شباب، ان شاء الله باذن الله راح يعيد امجاد كره اليد الكويتيه ان شاء الله، وان شاء الله الفريق هذا يقدم صوره تليق باسم كره اليد الكويتيه. الله يحفظكم كابتن، بما انك مدير الفريق الفرقه كلها، شو تقول كلمه من القلب الى القلب؟ الحمد لله احنا اهم شيء صداره المجموعه والدور الثاني ان شاء الله. احنا مستانسين ترى والله، ما حبيبي ما نبي الا وناستكم يا بعد. مبروكين مبروكين يا شباب، مبروكين يا شباب، وقواكم الله. ما ادري شو اقول، بس والله العظيم شيء جميل، شيء جميل. اللهم لك الحمد، عسى الله يوفقكم باذن الله توصلون لاعلى المراتب. بعد قلبي حبيبي، شلون سويت؟ شلون زحفت شي؟ شلون زحفت شي؟ واه على الهادي. وحش يا كابتن، وحش يا كابتن، وحش يا بطل. لا انت سالفتك طويله والله. سوى شيء مجيد. بطل يا شباب، بطل. اوه بطل 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 والله. ما ادري ايش اقول لكم، سويت انت اليوم؟ سكرت عصيمه مره واحده، طلعنا حندوم يا رجل. والله بطل.
ايش اقول لك بس والله ولا شعور لا يوصف. قلت لك قلت لك مشكورين خلاص قول لهم كلمه وعسى الله يوفقكم شوفكم ان شاء الله والسلام عليكم. مبروكين 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 مبروكين. اليوم اداؤكم كان رائع، الجمهور الصيني كان كله ضدنا لكن الحمد لله اداؤكم واتزانكم كان مصدر فخر ومصدر امل ان شاء الله الادوار القادمه.